الو، ايه صباح النور. راكم لاباس الحمد الحمد لله. لله. شكون معانا؟ من وين كتعيطينا؟ حنان من بودواو. شكون؟ معك حنان من بودواو. حنان. حنان من بودواو. حنان من نعم، بودواو، مرحبا بك حنان بناس بودواو. الله يسلمك. يعيشك حنان. اذا سمعتي في بدايه البرنامج كنا هضرنا على الموضوع اللي هو الغيره. نعرفوا بلي الغيره يعني كل واحد فينا يغير، يغير باش يعاند، ولا كاين اللي يغير باش يحسد. قولي لنا انت، تعرضتي وين غاروا منك وحسدوك؟ انا ماشي، انا في الحق صحي غيره، ما كاينش اللي ما يغيرش. مي عندي الزوج تاعي غير بزاف، غير غير بزاف لدرجه ما تتصوريهاش، انه ما بزاف عنده الغيره بزاف. الزوج ديالك عنده الغيره بزاف؟ عنده الغيره بزاف. نعم. كيفاش؟ واش هي الحاجات اللي تشوفي روحك فيها انه ما تلزمش انه يغير بزاف عليك، ولا في النقاط انه هذاك الشيء يقدر يتغاضى على هذاك الشيء باش ما يكونش مشكل بيناتكم؟ مثلا الغيره ما يخلينيش نخرج غير في الطوموبيل، وانا نحب نمشي، نحب نشم الهواء. دي فوا نروح لدارنا باش نخرج مع ماما، نروح نمشي. ماشي، اسمع فيها مليح. ممكن تزيدوا لي برك في الصوت؟ الو الو الو، اسمعي فيها الاخت. هكذا نسمع فيك. واش قلتي لي حنان؟ قلت لك الزوج تاعي غير، على انه ما يحبش يخرجني، زعما نحب نخرج نمشي غير في الطوموبيل، من الطوموبيل للطوموبيل. غير عليها ما خلاش نخرج من الطوموبيل، يعني غير من الطوموبيل للطوموبيل. غير من الطوموبيل للطوموبيل، ما نعرفش نمشي ولا ما يحبش يغير عليا. شوف، بصح لو كان بيناتنا حنان، لو كان الراجل تاني ما يغيرش على الزوجه ديالو، راح يكون فيه شويه يعني المراه وتجينا تحب هذيك النوع من الغيره، انه يغير عليها راجلها، ما يخليهاش الناس يشوفوها ولا حتى كاين ليميت، كاين حدود. يعني كاين حدود. انت شفتي بلي بزاف عليك؟ بزاف. حتى نروح لدارنا باش نخرج مع الام تاعي، مع الاهل تاعي، بزاف غير عليا. من ما فيش برا، يا صح يعني ما يخلينيش الماكي غير في الدار، في الدار نورمال، مي بصح برا. حاولتي تفهميه، تقولي له بلي راك تغير بزاف يعني باش يتفهم الوضع ديالك، ولا ما هدرتيش معاه؟ سي نهضر معاه، نقول له قول لي انا هكا داير. صح، بالك مازالت عروسه جديده، بالك مازالت صغيره، بالك شابه بزاف، بالك اكيد. زواج عندي 3 سنين زواج. الله يبارك. شحال في عمرك؟ شحال في عمري؟ 25 سنة. الله يبارك، مازلتي صغيرة، معليش يغير عليك في الأول، صبري كبر وليداتك. بالك لطفي عنده تدخل في الموضوع. لطفي وش رأيك؟ ادعوا لي ربي يرزقني الدرية الصالحة. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يرزقك بالدرية الصالحة. لا ليلى، وش رأيك؟ ياكي مليحة؟ والله لاباس أختي، طول ما أنتم بخير إحنا نكونوا بخير. اليوم راني فرحانة صبحت عليكم، إن شاء الله نهاري جزء حلو كيما أنتم. إن شاء الله يعيشك. إن شاء الله يعيشك. صباح الخير يا لطفي، وش رأيك لاباس؟ صباح الخير. انا كنت خايف قلت دوك يغير عليك كي تهضري معنا. صباح الخير، واش راكي؟ راكم منورين الشاشه. منورين بوجودك، منورين بوجود. كنت نسمع في انشغالك. انا نظن في رايي انه مليح انه الراجل يغير على الزوجه نتاعو، صح؟ بصح كاين حدود اخلط في، كاين حدود. مي اسكو صراو مشاكل من غيرته؟ صراو مشاكل، بزاف مشاكل، وصابراني بصح الحمد لله بزاف. وما يقطعش عليك عيلتك يعني؟ تشوفي ولاد عمك، تشوفي عمومك؟ لا لا، نورمال العائلة، عادي بين العائلة، عادي. عادي هو بزاف يغير بزاف. والمكياج، سمحي لي على السؤال يا وصراحتي. نعم. المكياج اللي ديريه في حياتك العادية خارج البيت، خارج البيت مكياج باين بزاف؟ لا أكيد كحل، عادي برك، أكيد كحل، هذا ما كان. من حقه. انا نشوف انه الغيره يعني صح مشروعه، صح، الا في حدود ما يكونوش مشاكل برك. لا انا كأكل، انا على المكياج، انا على بالي برا نطلص وجهي ونروح. لا عندك اولاد ولا مازال؟ مازال ما تقنيش. مازال ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي يرزقك، ان شاء الله يا ربي، ربي ان شاء الله يرزقك بالذريه الصالحه. واكيد انه كي يكونوا عندك دراري راح ينشغل مع الاولاد اكيد. ولا غتقول لي، يقولوا لي الاهل تاعك تاعو تاعي اكيد، يقولوا لي بلي يعني كي يجوا الاولاد ساعي شويه. الصبر عليه، الصبر عليه، الصبر عليه، لانه للحين راه حاس انه انت يا ملكه، انت يا شريكته في حياته. مازال ما عندكمش دراري، راه مشاغل بيك برك، لكن ان شاء الله يرزقك ربي بالدراري، وتكون فيه يعني يكون فيه بعض من 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 الحريه يعطيها لك اكيد. شوفوا بالك حنان انه هذه النقطه بالك راهي في صالحك، كاين بزاف نساء وين هي اللي تروح باش دير عفايس باش يغير راجلها عليها، يعني هي تدير مواقف وانت باش تبيكي كيما نقولوا حنايا ويغير. انت راكي محظوظه يعني، شوفوا بلي مام اذا غار عليك يعني في اطار يحبها، محدود فوالا، يعني ماشي
ما نضخموش الامور ونقولوا بلي راه مشكل ولا حيصرى لكم مشكل. يعني اذا كان الرجل يعني كما قلوا دار شروط ومن الاول وما دارش عليك هذاك هو يعني وافقت انت من الاول. هو الحمد لله هو رجل طيب يصلي الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذاك هو الصح. والسياره الغيره هذه اللي دير المشاكل بيناتنا الغيره هذه. حمدي ربي شوفي انا نقول لك بصراحه حمدي ربي لازم تعيشي معززه مكرمه يعني في السياره مليح لك السياره خير ملي تتمرمدي في الطريق وفي الزنقه صح؟ لا لا الاخت عايشه قالت لك راجلي تحت يدخل طوموبيل الكراج يقول لي ركبي من الكراج صح؟ لا شويه 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 نتمنى ان شاء الله يشوف حلقه وييسر شويه اموركم هكذا باش تبتعدوا على كل المشاكل. يعطيك الصحه ما عندكش انشغال واحد اخر؟ نقول لكم في القمه ويعطيكم الصحه وبارك الله يعطيك الصحه ربي يخليك نوركم. شكرا لك تفضلي تفضلي اكيد تفضلي اكيد. نهدي تحياتي لماما وبابا ونقول لكم من عزيزي الجزائريين كاع على الموت الراحل الاسد الجزائر هو قيس صالح ربي يرحمه ويسعده امين يا رب وانتم ربي يوفقكم وينور طريقكم ان شاء الله. شكرا لك. ما نسيتيش واحد تحييه ما نسيتيش؟ اكيد زوجك لازم يعطيك الصحة يعطيك الصحة على اتصالك.